بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية. عرب جلالته في البرقية عن أطيب تهاني وتمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة، منتهزا جلالته هذه المناسبة الوطنية للإشادة بما حققته المملكة العربية السعودية على مدى عقود من الزمان من الإنجازات الحضارية والتنموية الشاملة التي طالت مختلف المجالات والميادين وعززت مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشاد جلالته رعاه الله بأوصر العلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة وتنمية هذه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين والدفع بها مختلف مسارات العمل والتنسيق المشترك بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين المتبادلة ويعود بالخير والنفع عليهما.